وانا ناقصني حاجه. سيد اخويا ربنا كرمه بيبعت لي كل شويه قرشين. ربنا يسعدك يا سيدي يا رب. ما نفسكش في راجل عايزه تعيشي كده بعلودك؟ وهو الراجل يا اختي هيعمل لي ايه؟ يا بنتي يا خايبه، مين اللي قال الست ما تعيش من غير راجل؟ الست ما تعيش من غير ونسه، وطول ما البيت ده مفتوح وعيال جدله بيرعوا فيه الونسه ممدوده. تبقى مصيبه لو اخوك بيفكر زيك كده. جرايه يا بنتي قللت الاصل. انتي مفكره ان سيد مش ليكي ولا ايه؟ النعمه لو لغيري لاستريح، انما هو عارف ان انا قاعده وصبره، وهو عمال يدوس عليا بالقوي. ماشي يا سيد. انا نازله يا نصر، عايزه حاجه. خدي يا بنت تعالي هنا. ايه بنت اللي انتي عامله في نفسك ده؟ المحزق والملزق والملون، وايه اللي انتي مركبه في عينيكي دي؟ رموش دي يا اختي ولا تنن؟ جرى ايه يا نصر؟ في ايه؟ في ايه اللي فيه؟ هتنزلي ازاي الحاره كده؟ استري نفسك. هلبس ده، هلبسه. وبعدين انتي مش معادك الساعه 4؟ ما انا عادي، انا رحاب الاول بعدين اروح الجامعه. طب يا اختي قولي لها ما تعوقش، تخلص اللي في ايدها وتيجي على طول. ولمي لي مهرجان المزبلين اللي انت عاملاه في شعرك ده، ابي فكيه في الجامعه يا اختي. ماشي حاضر. اختي هي فرقت هنا من الجامعه؟ اه يا اختي فرقت، الناس تاكل وشنا. طب بقول لك يا نصر، ما تغني كده؟ ما تبس بقى. الله. كرار واشيلك لحد البيت. بوخاريس ام بادي جارد عندنا من مصر. كنت لوحدك ما حدا حيدير باله عليك غيره. يعني لو انا سكرت بتوصلني لحد البيت؟ لحد السرير وحياتك. اتبسط. حاجتك تمام، فلوسك فين؟ جاي على الطريق. يعني ايه جاي على الطريق؟ يعني جاي على الطريق. مفيش حاجة. يا ولاد الكلب. اوعى يا اوعى اوعى يا اوعى يا مفيش اي حاجه عشان الواجب اللي عملته معاكي بعد شوي. بس انا ما كنت عارفه انك هيك قبضاي. هو انت لسه شفت قبضايات؟ سمعت اغنيه بشه خير؟ ايه سمعتها بتجنن. معايا بقى هتشوفي كل خير. مشكله بس الواد صلاح واخد مفتاح الشقه ومش عارفه بات فين. ما علي انا ما عندي. اول ما شفتك قلت عليكي بنت جدع. سيد.
شنطة الفلوس. انت فين الفلوس؟ الفلوس معايا يا خواجه. شو المجزره اللي صارت؟ والمصيبه هي رح تودينا باخر معمر ربنا. يعني ايه؟ هات من الاخر. رجع البلدك والحواري اللي جيتوا منها انت وصاحبك، قبل ما تصحى تلاقي نفسك بالتابوت تحت الارض وهو جنبك. ماشي، رجعنا. بس العمليه كانت على اسمك. وحمايت انا وصلاح واجب عليك. مثل ما كسرت اجبرها يا ابو خريف. وحقي. النصيحه اللي قلت لك اياها هي الثمن، نفذها. وهيك بيبقى حقك وصل لك وزيادة. امين. الولع